بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. مرحبا بكم في قناتكم جديد ربح من الانترنت. ان شاء الله الدرس ديال اليوم هيكون درس مختلف جدا، وهيكون واحد الدرس غافل في غاية الأهمية، درس مهم مهم جدا. كيف ما شتو نحن في واحد ثورة عالمية ديال لا كريبتو كيرونسي ولا لا كريبتو موني. كيف ما شتو البيتكوين وصل ل 2286 دولار، الإيثيريوم وصل ل 182 دولار. 182 دولار من 3 شهور ل 4 شهور كان 11 دولار. غادي نوريكم دابا لا كورب ديال الدوغ ديال الإيثيريوم. شوفوا لا كورب ديال الإيثيريوم كي غادي، هذا في واحد المنحنى تصاعدي، وصلت دابا تقريبا 182 دولار. البيتكوين وصل ل 2208 ديال الدولارات، وهذا رقم خيالي جدا. والدوكوين اللي غادي نتكلم عليه في هذه الحلقة، الدوكوين هو الظاهرة، غير البارح كان 0.86، كان هنايا 86، دابا 131 86 ساتوشي لكل دوكوين. دابا واحد دوكوين كيساوي 131 ساتوشي، وغادي في ارتفاع. لذا هذه الحلقة غتكون ديدي على الدوكوين ثم الدوكوين. الناس اللي عندهم البيتكوين، عندهم رصيد من البيتكوين، كنصحهم يدخلوا هذا لو سيت، يدخلوا يوبيت دوت نت ويستثمروا البيتكوين ديالهم في الايثيريوم. سواء يشريوا الايثيريوم، يشريوا العملات الاخرى، ايثيريوم، دوكوين، ولايت كوين. لايت كوين كيف ما شفنا في انخفاض كبير، دابا هذه الفرصه اللي نشريو اللايت كوين، لانها غادي ترتفع من بعد، غادي تاخذ القيمه ديالها، غادي ترتفع، ومن ثم غنكونوا ربحنا واستثمرنا استثمار جيد. دابا اليوم غنهضروا على الدوكوين. الدوكوين كيف ما قلت لكم كان 86، دابا 131، يقدر يوصل الان دولار من هنا الاشهر القادمه، ولا سنه ولا سنتين. لذا احنا خاصنا نديروا واحد الاستثمار، ونحطو واحد ونخبيو واحد شويه ديال الدوك كوين، ونخليوه حتى ترتفع الثمن ديالها. هنا هذا هو الترتيب ديال لا كريبتو كيرونسي ولا لا موني. الترتيب ديالهم عندنا البيتكوين هو الاول، الايثيريوم والريبل هما الثالث. كيف ما شفتوا الايثيريوم ولا 182 دولار، واصبح في المركز الثاني، وهذا شيء مهم جدا بالنسبه لنا حنايا. غادي نشوفوا الدوكوين اللي في المرتبه 11. كيف ما شفتوا 11 سعر 0.03 دولار. ومن المفترض ان كيف ما شوفوا لا كورب ديالو غاده تصاعديا، وغادي يبقى طالع طالع طالع. دونك بما انه الدوكوين رخيص بزاف وموجود بكثره، شوفوا الفوليوم ديال الدوكوين 109 مليار دوكوين اللي كاينه. يعني نستافدوا من هذا العامل ما حد باقي الوقت، نستافدوا نجمعوا الدوكوين، جمعوا الدوكوين، جمعوا الدوكوين. الناس اللي عندهم البيتكوين راه يقدروا يدخلوا لو سيت ويحولوه للدوكوين، ويخليوا واحد لا كونتيتي ديال الدوكوين، يخليوها ما يقربوش ليها حتى تزاد الثمن ديالها. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش دوكوين، كنصحهم يدخلوا لي فوسيت ديال الدوكوين. اهم سيت ديال الدوكوين هو freedog.co.in. غتلقاو الناس كي تلقاو ليان تحت في لا ديسكريبسيون. هاد لو سيت كيعطيك الدوكوين كل ساعه، يعني تقدر كل ساعه تكلمي الدوكوين، ماشي بالضروره تقيد بالرابط ديالي، ماشي بالضروره تسجل بالرابط ديالي. المهم عندي ان جميع المشتركين ديال القناه ما يخليوش هذه الفرصه، وتسجلوا في هذا لو سيت، وتسجلوا في لي سيت ديال لي فوسيت، باش يربحوا لي دوكوين، ويخليوهم ويستثمروهم، يخليهم حتى يطلع لو بري ديالهم. الى جبتي من صفر حتى لهذا العدد كتاخد 0.50 دوغ. ومهم هذا هو الباريم، راه شبيه بالفري بيتكوين، بحالو بحال الفري بيتكوين. وهنايا انا يلاه درت كليم،
يعني لا جي دوموندي لي دوك كوين، يعني هنا كتكون واحد البوطون سميتو كليم، كدير كليم كتجاوب على الكابشا وكدير كليم وتستنى الساعة أخرى تعاود تاني نفس العملية. وهذا من أهم لي سيت، غتلقاو إن شاء الله الرابط تحت في لا ديسكريبسيون. أنا نوريكم غير، وهاد السيت خاصكم استراتيجية ديال الخدمة فيه، خاصك دير ليه لا بوب ديالو كوميل فو، يعني تخدمو بطريقة احترافية وتحط لا بوب ديالك، لو ليان ديالك، الناس اللي انتريسي خصهم يتسجلوا. انا في هاد لو سيت سحبت منه 2 مرات، كان الحد الادنى للسحب هو 600 دو كوين. دابا الحد الادنى للسحب راه تبدل السيمانه اللي فاتت، ولا 100 دو كوين. 100 دو كوين، راه 100 دو كوين فاسيلمون تقدر تدير، تقدر تاخذها. انا في يوم واحد دابا عندي 25 دوك كوين. وبالنسبه بالنسبه لي سحبت منه 2 مرات، مره 650 دوك كوين، والمره الثانيه 590 دوك كوين غير البارح، يعني ما يقارب 1200 دوك كوين. 1200 دوك كوين نشوفوا لا فالور ديالهم دابا، راه الا جينا ضربناها في سميتو، هو مبلغ جيد تقدر تخبيه تشري به عملات اخرى لا تكون ناقصه في الثمن. كيف ما شفتوا انا تقريبا هو المبلغ اللي ديال الدوكوين اللي ارسلته لهذه المحفظه وخليته هنا، والمبالغ الاخرين شريت بهم اللايت كوين لانه منخفض، والداش كوين، والايثيريوم اللي طالع في الثمن. نوريكم غير الاستوري فاش كتكون العمله طايحه في الثمن كنشريوها، بحال مثلا داش كوين دابا 0.060 0.060 0.060، انا شفت فاش كان داير 0.048 بالنسبه للداش كوين، 0.047 0.048 0.048 شريتو انا دابا هو 0.060، وما غاديش نبيع لانه غادي في ارتفاع. الايثيريوم حتى هو كذلك، بالنسبه ل شريتو فاش كان 0.60 حتى هو الايثيريوم صرتو في 0.66، دابا هو 0.076. يعني العملات غادية كتطلع لواحد الدرجة كبيرة جدا كبيرة جدا. هذه هي الفرصة اللي ما خاصناش نضيعو، خاصنا نانفيستيو فيها. اللي ما عندوش ونطلق من الصفر كالغالبية ديال المشتركين ديال القناة، راه كنعطيكم الاستراتيجية. عطيتكم هذا لو سيت الاول هو الفري دوت فري دوغ بوان سي او. لو سيت الثاني هو مون دوغ كوين، مون دوغ هذا كيعطيك تقريبا بحالو بحال مون بيتكوين، تتسجل فيه وكتخليه خدام هو مرة مرة كتكليم باش تطلع لا بالونس ديالك. كان عندي 7.11 نطلعها وندير، وكتكليمي باش تزيد السولد ديالك. مون دوغ كوين دير غير جو نو سوي با ان روبو، ودير سابميت. بالنسبه للانسكريبسيون راها بسيطه جدا، كتحط غير لادريس ديال دوكوين ديالك وكدير سين 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 اب صافي وكتسجل معاهم. فوالا هذا بالنسبه للمون فري مون دوغ، مون دوغ بوان سي او. ولو سيت الاخر هو ديجي تاسك بوان ار يو، راه هاد السون بور شرحته في فيديو سابق، كيعطينا 0.3 دوك كوين كل دقيقتين، كل 2 دقائق ولا 3 دقائق كناخدو 0.3 دوك كوين، وهو مبلغ مهم جدا بارابور لو بخي دابا ديال دوك كوين. يعني وهذا اللي بالفوسيت هوب، بالفوسيت هوب نشوفو كاع الفوسيت هوب، نشوفو البيمون بروف، يعني اثباتات الدفع ديال هاد لو سيت. وكل العمل ديال طريقه العمل سهله، كتحط تحط لادريس ديال الدوكوين ديالك، تدير جو نو سوي با ان روبو، هنا كتقول كليم، باقي ما عنديش حق في الكليم، دير كليم وكيعطيك العدد ديال الدوكوين اللي كاين. كيف ما نشوفو هنايا مثلا بالنسبه للفورسيت هاب، نشوفو هنا يوزر داشبورد. كنصح الاخوان بانه يعطيو كثير من الاهميه للعملات الرقميه
ويبداو الاستثمار فيهم، ما يتسناوش هذه فرصة ثانية اللي غتسمح لهم يراتراپيو البيتكوين ما دخلناش ليه في الوقت المناسب. دابا فرصة ثانية باش نقدروا نديروا شي حاجة بالنسبة للدوك كوين وبالنسبة للعملات الأخرى، وما خصناش نضيعوا هذه الفرصة ثانية. يعني خاص الإنسان يخدم معقول ويخدم بجد ويستثمر إذا كان ممكن، يستثمر في هذه المواقع باش يزيد القدام. فوالا بالنسبة فوالا هنا لي ريفيرال كما كتشوفوا دي جي تاسك. بالنسبة لي ريفيرال ماشي هادو كاملين ديال دي جي تاسك. بالنسبة لي ريفيرال يعني كتوصل إثباتات الدفع ديال 5% بالنسبة للناس لي ريفيرال، وانت كتشد 0.3 بيس دو كوين بالنسبة شاك كليم اللي غادي دير. فوالا نتمنى نكون توفقت في شرح هاد لا فيديو، ونعاود نركز غتلقاو ان شاء الله جميع الروابط في لا ديسكريبسيون. ركز على السيت رقم واحد اللي هو فري دوغ دوغ كوين بوان سي او، وهال الرابط ديال الريفيرال ديالكم كيكون في هاد البصح هادشي الريفيرال، وخاصكم ضروري من لي ريفيرال. علاش كنقول هاد الهضره ضروري من لي ريفيرال؟ يعني انتم كتشوفوا 30 ريفيرال حصلت على 822 دوغ كوين، 822 دوغ كوين من 30 ريفيرال. يعني الانسان اللي غادي يخدم في هذا لو سيت ويخدم بجهد ويخدم بالاستراتيجيه ديالو، ولا يجمع غير الا كانت عنده واحد 100 ديال الريفيرال، راه 800 غتولي فوا 3 غتولي 2000 الى 2000 اي كالك دوغ كوين، و 2000 الى خلاها في لو سيت من هنا لواحد الاشهر غتكون مبلغ مهم جدا. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو. عاونونا وساندونا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس، ونتمنى يكون هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم. وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت.